محمد العتابي الكاتب الاقليمي لنقابه سائق سياره الاجره بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. بالنسبه للاضرابه الاعتصامه المحدد اللي غندعو لمده اربعه سوايع يشيد النتيجه نجم مجموعة الإجراءات اللي غيثنت كمين عدان أكاد مسؤولين على مستوى الجهة بحيث يرى ديجا نسقاد الإيصالية طلب ذاك عقد لقاء استعجالي من أجل قيمة طاولة المفاوضات على أساس باش نناقش المشاكل اللي جينا عالقة ويسيد رسالة لمسكاروت والو نعاود نسقاد رسالة التذكير ويسنين والو عاد نسقاد رسالة احتجاج يعني المسؤولين هنا انه ونفيه الجواب غاصن رغم الرسائل اللي نسقاد نطلب ذاك ساغيمي والمعركة ثانيتين قبل ما غاصن ندعو الى ندعو واجب نوقف احتجاج جهة من عدن لمدة اثنين سوايع تسمات وقفة الاحتجاج جهة انذارية نهيت نفيت كي وقت الناس لحد الان ونفيت باش نجاوب ورد باش نمشي نتعاود باش نمشي المشاكل راكم في المطالب ياك في زوج من الاجتماع بالنسبه للمشاكل يعني النقاط اللي جان اساسيه قال مثل مطلب الماء انا غنساله العدد التاكسير مع غداك الحسينه لانه انا ديجا العدد مهول ديجا العدد مغار بزاف راه ديجا قيمة طولت الحوار كاع المسؤولين خصوصا 2011 كما قال الوالي الحسين ما مريت جان الحافي يرى اتمطينا الوعد على اساس باش حول نجم مجموعه من التاكسيات عبر الاقليم بالفعل يرى تم الاجراء الوعد دوانيتين حول ما يقارب 20 تاكسي ولكن نتفاجئ اون كارون فانه سد الاجراء الاتفاق دوانيتين الاسباب ونسيشي من عنا يعني ذو هذه المطلب الاساسي بالنسبه لشنين قطعنا كل من المطالب غانا المطالب المنظم غاسم الطابع وطني غاسم المطالب نجي غاسم الطابع محلي غانا المشكل الدوريه رقم 61 فهذه الدوريه ديال سيد دوريه وزاريه ديال سيد 2012 هو ديال مجموعه من المكاسب المستغلين سياره الاجره ديال المغرب ذاك يجي العقد نموذجي يسيد المكسب بالنسبه للسائق المستغل لسياره الاجره يتشسر حق انه يستغل على كريمايه يتشخص الحق انه وهذا نحدد يستكس تحت اي تما مبرر كما كان مشى ذاك الحسيمه الدوريه ثانيه الوزاريه رقم 61 يوذانا نضغان ذاك النجا مسؤولين ديال قسم الشؤون الاجتماعيه والاقتصاديه وفعلا شي الدوريه ثانيه وبالتالي يقيم المجال مفتوح يعني تمصير الفساد داخل القسم الاوانيتين بحيث يصبح هذا القطاع العرضه يجم مجموعه على الانتهاكات تسمصات الناس مثلا تيري المستغل اللي تاود 10 سنين 20 سنه يستغل المأذونيه نامي كذا تتمتى كونتراتو العقد نينغاس يتسد القسم من وين يسد عفيف تاود باب لاكريمات تكس الناس تشد شي من الظن تفنزكس الحلاوي تفنزكس عرشوات كونتراتو تفنزكس الحلوه غنغسل شحال من المتضرر ذاني تيناقن ذا السائقين ذي مهنيين مستعدين دلن الشهد نسمى لما طاحت كونتراتو تسمسانزن غاس الشبكه منظمه ذاك سي وذان اقنا غنغذاني تنكي كي وذاك سي تدخل نقع الشبكه من الاطراف اذا غنغذي الجمعيه ذي جوج زكي الشبكه ثاني تين نسيقا القسم الاجتماعي والاقتصادي غنغذي شحال الضحايا الشبكه الاقتصادي العمل ياك العمل ذي المسؤول قدها يتحمل المسؤوليه شنينا الدوريه ثاني تين شنو فانا نختو قلنا تتصلنا ارض الواقع وقلنا تعمل لك الحسيمه ميمي باش تسجل المجال تسمصير باش تقيم اللي بدا تسمصان وبالتالي شنينا نتناشد المسؤولين اللي جانا على المستوى الوطني خصوصا الوزاره الداخليه نتسمي نتصور باش اتدخل اتق الحد يود انا هنا المسؤوله واقي القسم موامينيكا اولا يتمرد في الدوريه ثاني تين وهذا القرار الدوريه الوزاريه يسيد سجل اللغه صارمه باش تسمى غادي يتحرك القسم موانيتين غادي يستدعى جميع يوداني جان غاسنا كريمات داك الاقليم باش سميو المستغلين يستافدوا نفس الحق نسلك العقد النموذجي كي جميع المناطق اللي جان على المستوى الوطني الكل استفدت العقد موانيتين الا الحسيمه واحد بالاضافه للمشاكل الظن غانا مثلا تاكسي الحسيمه محروم خاص اتلف فتح التسوي وذان المرافق المدينة المؤسسات الادارات المستشفيات قال لك اسيدي قمنوا عليكم بينما انت في القوانين الشريعات اللي على المستوى الوطني تنظم التاكسي داخل لندن لانه شمن قاد التاكسي قاد لندن قال الاوتيلات قال المرافق العموميه قال الادارات قال المستشفيات الى اخره
هنا حرم لنا نشدين مع لا غرار باقي المدن تفتك يعني طومي طومي يعني المسؤولين الغرض هذا القرار الرسمي زي خمدة هو نزاق الحسيمية سبحان الله الحسيمية ستجوز تابعي المغرب سبحان ديج من المنطقة مشكلة الدولة غاس الأجهزة ينس غاس الوزارة ينس غاس الحكومة ينس صدان تشرع عندي القوانين القرارات ضد القوانين الجنعة مستوى الوطني يعني نشدين ذاقي نتفاجأ ذاقي نتسأل بالنسبة غي اللي قطني جن ضن غاصن دور أساسي حارم القطع عن سيرة أوجاك الحسيمة باش الناس قال المحطة الفرعية وقلنا ناخذ المحطة الفرعية ما غا قلق عن بوتي تاكسي يعني جي الماجة اللي بوتي تاكسي تخدم داخل المدينة أعظم الناس الماجة بتفو خارج المدار الحضري كذلك أنا الطوبيس الطوبيس الحسيمة محروم ماش قلت طوبيس وكسي تجي الطوبيس باش الطوبيس نغا نظر نجي نتابع الحسيمة تفخدم خارج المدار الحضري يعني خوان تسأل كيف يعقل الطوبيس يفوت على يخدم بالمدار الحضري ديك السيده داخل لندن نزلت نص ساعه يفوت يخدم خارج سميتو للمدار الحضري كذلك النقل السريق الحسيمه النقل السريق الحسيمه غانا 270 انا 250 بي سي 240 الهوندا خدم بكل حريه وتمشي للنقل السري ذاك الحسيمه ماشي عرض النقل العلني يمارس امام اعين جميع المسؤولين وتحت الحمايه سنين ضمن خدمتي داخل لندن حرم خرجش لندن باش يخدم بوتي تاكسيات سميتو يخطفن مختلف الاشكال الاصل فهمتي وبالتالي يعني المعركه هي فنا راه يسيد خمانيا يسيد باش نرفع الحيف الظلم الممارس على قطاع سياره الاجره ديال الحسيمه بالاضافه للمشاكل الظن انا المشكل التغطيه الصحيه انا المشكل الولوج الخدمات الصندوق الضمان الاجتماعي انا المشكل توحيد السومه الكرائيه انا المشكل توحيد البطاقه الثقه الخاصه بسياره الاجره لانه الحسيمه غنخدم غيجيني غير نغضاش القرار ذا محلي وشي ناس الحسيمه فرمي كونفيوس خاص بالسيف الاول مرتبط سبون ديتاش النقطه الانطلاقه يعني ما راهش الطاكسي تبعي يندند الحسيمه هذيك السي فيرميه قالك تندها الحسيمه واه زعما تعاد شي الطاكسي تبع شي ديبار مثلا تندها الماشين اللي غتندها لي مزوان اي تقمراني غتندها بلي حذيفه يقاك باش تعاد تخدم الدنيا سيت فيرمي كونفيونس ونظر يعني تصبح تجي الحاله باش تندها الطاكسي ديال الاقليم يخصك تحس باش نغاك ان الناس الجماعات القرويه البلديات خصك تشتري الفيرميات يعني خصك تدير 1000 فيرمي من بين المشاكل المخدم الاساسي قدتنا زين بالاضافه للمشاكل المشاكل الظن لانه شينا غنغ المحاضر الاجتماع وقع كنا الوالي المسؤولين اللي جانا غاصنا العلاقه المشاكلنا ومحاضر قدرنا موقعه والطلب المسؤولين نتناشد هنا على اساس تخرنا الحد الحاليين الغليان اللي تعيش القطاع سيره الاجره مسؤول الحسيمه كون تحيه شكم عاليا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في مصالحكم الاعلاميه شكرا.